تجيب لي هذا الخوص بحكم ما في تمر وتتسلغ لي لفوق خلال 30 دقيقة. سويت هذا الشيء نقطتين واعتبر الموضوع تعادل. عير الوقت. يلا ها؟ يلا. 3 2 1 تايم ابدا. يلا معك عمي. شفت كيف؟ يا جماعة العم عم يعمل شيء كثير صعب وكثير حلو. أنا ما شاء الله الموضوع بسيط جدا ما يبغى له شيء. ما يبغى له شيء أبدا. تفضل. ما شاء الله عليك عمو. يعني إن شاء الله أقدر أقوم بهاي المهمة بما إنه أنا أول مرة بجرب إنه أعملها. بس هي صعبة كثير وأصلا أنا ما كنت جاهز لهذا الموضوع. علي الله يسامحك يا علي. الله يسامح الجميع. بالعكس اليوم انت تاخذ مهارة جديدة يا اخوي. شفت ما شاء الله عمي جديد. ما شاء الله على عمي الله يعطيه الصحة والعافية قدر يصعد وقصر لنا كم من خوص يا رب. يعني انا المفروض اتوقع انك انت شباب يا حازم. انت شباب وهذا الموضوع سهل بالنسبة لك. عمي نبغى يروح الخلا الكبيرة. لازم هون. الله يسامحك يا علي. وانا بقول علي ليش عم بيقول لي لبسك مو مناسب ولبسك مو مناسب من الصبح بيقول لي لبسك ولبسك. هلا فهمت. خلينا نوصل. يا علي انتبه. نحله. يا رب دخيلك. لا حاسب يا جماعه الريال هذا تعلم يا والله عشان الجوتي. لا اقسم بالله صعبه. قول استسلم يا علي. قول استسلم. يا الله حط وصيه. ينفع كده؟ لا اذا بتصعد فوق بعدين كيف بتنزل؟ لا يا علي لا. انا دخلت يا علي دخلت. بقول انسحب. يا جماعه ما بنسحب. لا بدي انسحب. وصلت لفوق كيف بدي انسحب؟ اخي كيف وصل؟ بدك ماد اصعد فوق لك يا علي. سلم. الله. شوي. خلاص تمام. شوي. لا. راوند 2 بعده في وقت. راوند 2 بعده في وقت. نعيد؟ ايوه. لا والله. نعيد ونزيد. زين اوكي. انا ما زلت اعطيك عندك باقي 3 دقائق. انت ايش تسولف تضيع الوقت؟ 3 دقائق تصعد تقص لي واحده تاخذ النقطه. انا علمتك وغيرت لك. انت لسه ما طلعت. يا عمي انا فيني اطلع. انا هلا تعلمت. هلا شوف مزبوط عليك صح؟ وين مزبوط؟ مش مزبوط؟ وين مزبوط؟ وين مزبوط؟ يا عيني طلع. وين مزبوط؟ طلع كل شيء تعلمناه غلط. يا اخوي انت خطوة لا انت قلت لي اوس. لا ما يخصني. يا جماعة ما يصير يا اخي. لا امسكها بايدك. امسك بايدين. غلط. يا اخي خليني اصبر. عمي غلط ولا صح؟ غلط. ما ينحسب. يا الله. امسك بايدك. لا قصه من الجذع من تحت. يا اخي ما بدي. خلاص. لا مستحيل. انا انسحبت. ليش؟ انا سلمت. لا خلص. لا خلص. يا ابوك كل شغله انت تبوس لصاحبها. لا باع الوصفه. الله يعطيك الصحه والعافيه. يا اخي انا خسران. الله يعطيك الصحه والعافيه. لا انت قدمت اداء طيب. كفك انا خسران. كفك افتح. ارفع فريق عيش الفجيره نصفق له. شوف الحين الجمهور. انا بحسب لك تعادل ما زلت لانك انت حاولت وقدرت توصل وحاولت تقص لكن يعني انت خسرت. بس بلطف الكلمه قال لك شغله. غني لي. واذا كان صوتك لا. اذا كان صوتك لا بقوه النقطتين بعطيك اياهم. انا راح اقول لك كلمتين. وين الخساره معك هي ربح. وين عم بدك؟ زين الحين باك تغني لنا. ما في خلاص. اغنيه قبل مره. يا عمري لا عندي تعي ضل العمر كله معي
عني الفرح لا تمنعي روحي إلك بتكون يا عيوني يا كل الحلا سنيني معك ما أجملا صعبي حياتي كملا دونك أنا ما بكون إذا بتحبيني إذا شروطك كلها بنفذها نجوم السما تضويلك لعيونك رح أحبسها بعتزل العالم كله إلا هواكي إلا أنت بس اللي بحق إلا ضم بوسها وغني جا يسلم لي هالبق يسلم لي هالبق.